من منا لا يريد العيش في قصر، ولكن كما يقولون لكل منزل تاريخه الخاص الذي لا يشهد عليه سوى جدرانه. في بعض الحالات قد يكون هذا التاريخ مرعبا، كما سنشاهد الآن مع قصص هذه المنازل المستوحاة من الواقع والمعروفة من قبل الجميع. إليك اليوم أشهر 10 قصور مرعبة لا يجرؤ أحد على شرائها بأي ثمن. 10. قصة هذا المنزل مثيرة جدا، لدرجة أنه يسهل تقديمها كفيلم سينمائي في هوليوود أو موسم من سلسلة أمريكان هورور ستوري، ولكن أؤكد لك أن ما ستسمعه الآن قد حدث بالفعل. كما تعلم، عندما ينتقل أحدهم للعيش في منزل جديد فإنه يتوقع دائما أن يخفي وسيط العقارات أمرا ما عنه، ربما عطلا في مصابيح المنزل أو مشكلة في أحد الأبواب أو ربما رطوبة في بعض الجدران، ولكن ما لم يتوقعه أحد على الإطلاق أن يخفي أمرا كهذا. عام 2014 انتقلت أسرة للعيش في هذا القصر بعد شرائه بمبلغ يقدر بـ1.5 مليون دولار. بعد عدة أيام بدأت الأسرة في تلقي رسائل تهديد في غاية الغرابة. يقول المرسل: صباح الخير، إذا كنت تتساءل من أنا فيمكنك مناداتي بالمراقب. كلفت بمراقبة منزلكم منذ 20 عاما. بدأ جدي بمراقبة المنزل في الـ20ات، وأكمل والدي تلك المهمة في الـ60ات، والآن قد حان دوري. من الآن فصاعدا أنا القائم على مراقبة منزلكم. اعتقدت الأسرة في بادئ الأمر أن ما حدث كان مجرد مزحة سخيفة، ولكنهم استمروا في تلقي رسائل مخيفة يوما بعد يوم. في الخطاب الأخير كتب المرسل أسماء الملاك الجدد، وأخبرهم أنه أجبر الملاك القدامى على بيع المنزل وجلب أشخاص آخرين إذا أرادوا ألا يصيبهم مكروه. في نهاية المطاف اضطرت العائلة لعرض القصر للبيع مقابل 600 ألف دولار، ولكن حتى يومنا هذا يرفض الجميع شراءه وإن كان مقابل 10 دولارات فقط. 9. تم بناء هذا المنزل الهائل عام 1875 من قبل رجل الأعمال الثري سيلفستر كي بيرس، ولكن سرعان ما تحول منزل الأحلام هذا إلى كابوس مأساوي مخيف. يمكنك توقع تكلفة هذا القصر الذي تبلغ مساحته 622 مترا مربعا أن تصل إلى ملايين الدولارات، ولكن في الواقع تبلغ قيمته حاليا في السوق 329 ألف دولار فقط. لك أن تتخيل، في بعض المدن لن تتمكن حتى من العثور على منزل مكون من 3 غرف مقابل هذا السعر. يعد هذا القصر أحد أشهر المنازل المسكونة بالأشباح في الولايات المتحدة بأكملها، حيث تم الإبلاغ عن 7 حالات وفاة حدثت بداخله بالفعل، من بينها عاهرة قتلت خنقا عندما كان المنزل بمثابة بيت للدعارة. يؤكد الجيران أنهم يشاهدون من حين لآخر طفلا صغيرا يختلس النظر من إحدى النوافذ، كما شهد العديد من الزوار أنهم قد رأوا خدما يتجولون في أروقة المنزل وسمعوا أصواتا مخيفة. كل تلك الأساطير أثارت جدل الباحثين في الخوارق والظواهر العجيبة، فقد سجلت ذات يوم مجموعة من الباحثين أثناء استكشافهم المنزل صوتا يقول: سأقوم بخنقكم جميعا. وهذا يؤكد قصة العاهرة المأساوية. 8. يقع هذا المنزل الخلاب في ولاية ميشيغان، ويعد أكبر مقصورة خشبية في العالم. تم بناؤه عام 1923 بواسطة لويجي كوفمان. تشارك في أعمال البناء ما يقارب 20 مهندسا معماريا وأكثر من 400 عامل. بلغت مساحته 2500 متر مربع، يضم 23 غرفة و13 حماما، مع مطبخ مصمم خصيصا ليماثل أحد مطابخ البيت الأبيض، إضافة إلى 3 منازل خارجية للضيافة وميناء بحري خاص وحوض سباحة مذهل يستوعب أكثر من 11 ألف لتر من الماء مع تدليك مائي. المنزل مفروش بالكامل وحصل على شهادة من السجل الوطني للأماكن التاريخية. عام 2015 تم عرضه للبيع مقابل 40 مليون دولار فقط. تخيل أنه بإمكانك امتلاك أروع منزل في ولاية ميشيغان بأكملها مقابل هذا السعر. وفقا لما يقوله ملاك المنزل، فإنه يبدو رائعا ومهيئا تماما للأعمال التجارية. ومع ذلك في يوليو عام 2018 انخفض سعر المنزل إلى أكثر من 50%، حيث بلغت قيمته 19 مليون دولار فقط.
ولكن رغم هذا العرض الذي لا يقاوم لم يتم بيع المنزل حتى الآن. سابعا، لاس فيغاس، المدينة التي لا تنام أبدا. هذا ما سيفسره منزل الأحلام الذي سنشاهده الآن. تقع هذه الشقة الفاخرة المكونة من طبقين في قلب مدينة نيويورك، كان يتردد عليها في السبعينيات أبرز الشخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جاكلين كينيدي وأندي وارول، عندما كان يمتلكها المصمم الأمريكي الشهير روي هالستون. تم عرض المنزل للبيع عام 2011 مقابل 38 مليون دولار، ولكن عندما لم يهتم أحد بشرائه تم خفض السعر إلى 24 مليون دولار. ومع ذلك، بالرغم من خفض سعره إلى أكثر من 37% من قيمته الفعلية، لم يلاحظه أحد على الإطلاق، وظل هكذا حتى وفاة هالستون بسبب مضاعفات الإيدز وسرطان الرئة. مشكلة هذا البيت تكمن في أن مالكه اشتهر بعاداته السيئة مثل تعاطيه الزائد للمخدرات وتنظيمه لحفلات العربدة والسكر مع العاملين في مجال الجنس، لذلك من الواضح ألا أحد يريد التورط في هذا الأمر مهما كان الثمن. سادسا، تم بناء هذا القصر الساحر عام 1917 في ولاية إلينوي كهدية زفاف للورا سيد من قبل زوجها شارلز شواب. تبلغ مساحة القصر أكثر من 1900 متر مربع، وتضم غرفه جزءا من المقتنيات الخاصة بالعائلة الملكية وينسور. عام 1988 تم ترميم القصر وعرضه للبيع، وبلغت قيمته 18 مليون دولار عام 2007. بعد عدة سنوات، تحديدا عام 2015، انخفض سعره لأقل من 5 ملايين دولار، أي أنه خلال 8 أعوام فقط انخفضت قيمته أكثر من 70%. السبب في ذلك أنه عام 1937 أصيبت لورا بنوبة قلبية وتوفيت في إحدى الغرف، وبعدها ب4 سنوات فقط انتحر زوجها في نفس الغرفة، تاركا ملاحظة غريبة مؤكدا فيها أنه لسبب مريب لم يسمح لهم المنزل بالنوم. ومع ذلك، على الرغم من حقيقة أن المنزل مهجور لأكثر من 50 عاما، إلا أن نافذة تلك الغرفة بقيت نظيفة من الغبار وأنسجة العنكبوت. هذا القصر العملاق يمكن أن يساوي ملايين الدولارات، ولكن الشائعات عن الأرواح الشريرة المتربصة فيه تمنع الجميع من شرائه. خامسا، يحتوي هذا المنزل التاريخي الجميل على 6 غرف نوم، 3 حمامات وثلاثة مدافئ. يقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 12 ألف متر مربع. تم بناؤه عام 1906، وكان آخر ملاكه هو أوري لويس، أول لاعب كرة قدم أمريكية من أصل أفريقي، والذي أصبح فيما بعد عميلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وهو ما يفسر سبب حماية المنزل من قبل لجنة الحفاظ على التراث. دعني أخبرك سرا، يمكنك شراء المنزل ب10 دولارات فقط. نعم، كما سمعت، الأمر ليس مزحة. هذا المنزل يمكن أن يكون لك مقابل 10 دولارات فقط. المشكلة الوحيدة هي أن سعر الشراء هو فقط للمنزل وليس للأرض التي يقع عليها، لذا يجب على كل من يشتريه أن ينقله إلى مكان آخر، لأن الأرض تعتبر موقعا للتراث العالمي. والآن، إذا كنت ترغب في شراء منزل جديد فهنيئا لك. رابعا، يقع هذا القصر المصمم على الطراز الاستعماري في ولاية بنسلفانيا. تم بناؤه عام 1749، وفي عام 1994 تم تجديده ليواكب وسائل الراحة العصرية، وكانت النتيجة بيتا جميلا تبلغ مساحته 2255 مترا مربعا، مع حظيرة استخدمت فيما بعد كمرآب يستوعب 4 سيارات، ومبنى حجري صغير تم تجديده ليكون بيتا للضيافة. يقع هذا المنزل المهيب على قطعة أرض تبلغ مساحتها 198 ألف متر مربع، والتي من شأنها أن تقدر بملايين الدولارات. ومع ذلك، فإن ثمن كل من الأرض والمنزل هو 825 ألف دولار فقط. على ما يبدو أن هنري ويليامز مالك البيت الأصلي كان يعاني من اضطراب مزاجي حاد، وقبل وفاته في المنزل عام 1785 أكد أنه لا يتمكن أحد من إخراجه من قصره. منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا انتشرت العديد من الشائعات. يقول البعض إنهم يسمعون صوت هنري ليلا وهو يصعد الدرج ويطرق الأبواب بعنف، بينما يدعي آخرون أنهم رأوا رجلا دون رأس يتجول حول المنزل. من ناحية أخرى، يؤكدون أيضا أنهم تمكنوا من رؤية امرأة شابة وسماعها وهي تبكي دون حراك في إحدى الغرف. على كل حال، المنزل معروض للبيع منذ سنوات، وحتى الآن
لا يجرؤ أحد على شرائه. ثالثا، أمضى آخر مالكي هذا القصر منذ عام 1811 عاما في تجديده حتى استعاد رونقه. تبلغ مساحته 2194 مترا مربعا، مقسمة إلى 6 غرف نوم وثلاث حمامات وغرفة معيشة كبيرتان. تم عرض القصر للبيع في يونيو عام 2015 مقابل مليون دولار، ولكن بعد عامين في عام 2017 انخفضت قيمته إلى 400,000 دولار فقط. بدأت مشكلة المنزل خلال فترة إصلاحه، حيث أقسم ملاكه بأنهم بدأوا يرون طفلا صغيرا يراقبهم من نافذة الطابق السفلي. وقال أحد البنائين إنه تحدث مع طفل في المنزل، اعتقد في بدء الأمر أنه ينتمي للعائلة، لكنه اكتشف لاحقا أنهم ليس لديهم أطفال. أيضا خلال فترة التجديدات لاحظوا وجود امرأة في واحدة من غرف النوم، ناهيك عن الضوضاء والظواهر الغريبة الأخرى التي لا تعد ولا تحصى. ثانيا، يعود تاريخ هذا القصر الجميل من العمارة الفيكتورية إلى عام 1889، ويضم 11 غرفة وسبع حمامات والعديد من الغرف التي يبلغ مجموع مساحتها 5800 متر مربع. تم بناؤه في القرن 19 من قبل جورج ستاريت لبدء حياة جديدة مع زوجته. بعد سنوات تحول القصر إلى فندق 4 نجوم، حتى تم إغلاقه بسبب الشهرة التي اكتسبها نتيجة للأحداث المرعبة التي وقعت هناك. لكن ترى ماذا وقع؟ لقد زعم المئات من الناس أن الزوجين لا يزالان يعيشان في القصر، هذا بخلاف قصص كثيرة تدور حول امرأة ذات شعر أحمر تجول القصر دائما برفقة رجل. ووفقا لوصف الشهود يمكن أن يكون هذا الرجل هو جورج ستاريت. حتى الآن لم يتم تسجيل أي أحداث عنيفة، إلا أن الظلال ترى طوال الوقت. حاليا القصر لا يقدر بثمن، وعلى الرغم من أنه ظل معروضا للبيع لأكثر من 10 سنوات فلا أحد يرغب في شرائه. وأخيرا، يعرف هذا القصر باسم البيت الكهنوتي، تم بناؤه عام 1852 وظل كما هو حتى عام 2010 عندما تم إجراء تجديدات شاملة له جعلته يفوز بالعديد من الجوائز. تم عرض القصر للبيع بسعر 938,000 دولار، ولكن عندما لم يأتي أحد لشرائه انخفضت قيمته إلى 850,000 دولار. رغم أن سعر المنزل يبدو معقولا إلى حد كبير، فلا أحد يجرؤ على شرائه، حيث يزعم الجميع أنه ما زال مسكونا من قبل ملاكه القدامى. فقد أكد المالك الأخير للقصر في عام 2002 أنه رأى امرأة والعديد من الكهنة يتجولون في المنزل، إضافة إلى صوت البيانو الذي يبدأ ليلا في العزف وحده مع شموع مضاءة أمامه. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.